اوكي، السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد فيفا التيمت تيم. للي يبغى درافت ان شاء الله المقطع الجاي درافت، فلا تخافون. يعني هذا المقطع بيكون تشكيلة انجليزية الخرافية اللي تمشي تجلد فيها وتمشي. عندنا في الهجوم اجويرو شهري 157 الف، دومبيا 5000. طبعا الاسعار يعني في بعضها شاريهم من زمان، في بعضهم لا شاريهم قريب. كوتينو شاري من زمان يعني 49 الف، الحين تقريبا 10000 20000 بهالحدود. ستيرلينج على اليسار وعلى اليمين شقيري، وهنا يا تريه توقعت انه فوق 100000، فجأة اشوف اللي 43000 هذا وانا شاريه من زمان. هنا زبلكويتا، زوما، انفورم، تمندي شاري من زمان بعد، اتوقع الحين ارخص يمكن تحت 10000. وهنا والكر، الشيء الخرافي هذا والكر. والخير الحارس دخية، قبل فترة شريت تشيك الازرق اللي طاقته كم، 87 اتوقع، والله ما ادري كم طاقته. الزبده شريت تشيك الازرق اللي ما عجبني، قلت تشيك ازرق ما ادري على ايش، يعني ما ادري على ايش والله صدق، يعني ما عجبني ابدا ابدا، يعني كان حارس طاقته 82. ان شاء الله اهم شيء يعجبكم المقطع وتحطون لايكات، مو مثل المقطع اللي راح يعني مره ما سويت لايكات، تحطمت الصراحه من المقطع اللي راح. تشكيله ايطاليه، باكا، أرسيو، كوادرادو، جيرفينهو، أباتي. ايش صاير طيب برا؟ والله يا شال لاعب يشيل، ايش راه يا بوي؟ الله 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 الله، يوه الله عليك يا كوتينو، الله 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 يا كوتينهو، الله عليك واسحبه. لا يا شيخ شو امزع يا اخي، اوف اوف، كيف مر كذا، كيف مر كذا؟ لا يا شيخ، لا لا لا، الله يقويرو يا شيخ، والله قهر يا اخي، الله عليك، الله 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 يا طقطقه، حرام يا كوتينهو، والله قهر، والله حرام يا شيخ، كيف تضيع ذي؟ لابد من هدف ثالث، لابد من هدف ثالث، كرة بتتحول الان من جديد، ديونج يتاخر، ديونج يمرر، اجويرو، اجويرو بيرسل الكرة، محاولة أكوينو بيعدي، يا رب مستحيل مستحيل، الحلم يتحقق، الحلم يتحقق، كان كابوسا، ما حدث كان كابوسا. الله اساطير، قسم بالله تشكيلة اسطورية يا ناس. شوف الذبة، يا خش الشوته، يا تبي تقدم بعد، ايه حكم تبونها جول. اللي راح يتقدم مع حائط الصد من مانشستر يونايتد، الكرة في مكان خطير، يلعبها يعلقها عدل، الله جول حبيبي والكر، يا الله اربي خرافي يا ناس. كوتينيو لفريدي واري، الى ميليتو تحرك في الجانب الايمن، وكوتينيو جول، كوتينيو جول، كفو يا دخية يا كبير، الله الله يا دومبي، الله الله، اوه يا ناس ايش يقول، ايش يخلي بس، لا لا لا، روح دومبي تكفى روح، لا والله يبغى يجيبها، لا 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 لا،
اوكي جول هذه. الله الله يا ستيرلينج. بدون جيرارد. محاولة لمصاتي كوتينيو. كوتينيو عدى بشكل جميل. كوتينيو! لا قل لي شق الوجه شق. الله 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 حرام حرام يا اخي. لا لا يا لاق لا 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 مو بكذا حرام عليك يا لاق خربت علينا. 5-3 الله. هدف تقدم لزياكو في الدقيقة 48. كرة كانت ملعوبة حلوة قوي الحقيقة من جانب سيرجيو اجويرو. يا ولد يا ولد يا ولد يا توريه يا توريه احسن لاعب في افريقيا 2011 و2012 يحط الهدف الاجمل. والله اني قريب اسكار. ايوه ايوه تمشي زي السلام عليكم. يا شيخ لو تبين اسجل في مرمى سجلت. ايش اقول ايش اخلي بس ايش اقول ايش اخلي. لا حرام عليك ابغى اسجل مهارة والله حرام. اوه وانت شط انت شط وانت المباراة الاولى 6-3 والله يا ضيعت هجمات. طيب المفروض 8-10 اقل شيء يعني. تفلسفت في هجمات اجويرو 9.7. شوف الفاول شلون. شوف الله يا الحطة يمين بالله صعبة والله صعبة. شوف كيف شطفت أم العارضة شطف. يا إلهي الجول. جات لكم في المباراة الثانية فبسم الله والله كويسة والله كويسة نخاف منها ذا مو زي اللي قبل. تصنيفها 86 شكل معه رونالدو ولا شيء برا. والله تصنيفه مو بصاحي يا ناس. أمشي بس أمشي. أوف أوف أوف. لا لا لأنك ولا كيف مشت كيف مشت كيف كيف مشيت تبي عارف. الله يدوم بي خربتها 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 والله خربتها ما ادري ايش طولتها. اوف 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 مهاري رجال. ها الله يا جويرو الله يا جويرو. لا يا كوتينو. امشي 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 مو بعندي مو بعندي ذا الكلام. لا يا جويرو لو مستلمها بس. فاول يا حكم يا حكم. لا 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 وش ذا الحظ وش ذا الحظ يا الله وش ذا الحظ. يا إلهي يا إلهي يا حبيبي يا حبيبي يا سواليف بالله. ذا مولر جابين لي روبن تقول له مولر. والله الشوتات ذي مو بشوتات مولر أبدا يعني مجرب أنا وما صار كذا. يا حبيبي والله إني مناول والله إني مناول كبير يا دخية. أجويرو أجويرو الله الله. روحي وولكر روحي وولكر. يا حرام الله قهر وولكر. يوك كوتين يا حبيبي وش الحارس الناس تصد دا يمسك وين. خلينا الشوط الاول والله اللي 5 تسديدات كلها على المرمى لكن اول واحده منها جول. هذا القهر هو 4 وكلها على المرمى وثنتين منها جول وواحده بعد ضاعت ما ادري شلون اليوم تسقف في الارض. روح روح
يا حبيبي ناوم بسرعة أنت، والله يا بطيء. أوه أجويرو، أجويرو، أجويرو. وش ذا اللاعب اللي أسرع من أجويرو؟ منين طلع ذا؟ الله الله، لا خربتها. الله 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 يا ستيرلينج. لك أجويرو، أجويرو. لا كسرت الدائر وانا ارفع بس. الله يا ستيرلينج، الله يا أجويرو. وش الحارس يا ناس، ما صدق دخل مرماه. لا اوف يا الحارس، وش الحارس يا ناس، والله حارس خرافي. لا حكم هذا جول يا عاد. الله يا دومبيا يا شيخ، انهاءه خرافي يا ناس، خرافي دومبيا. بس ما ادري ايش في ذي المباراة، خير اسجل هدف. الله يا دومبيا، ولا يا تريح. وش ذا يا ناس، في دقيقتين تعادلنا. روح 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 روح، والله تعب. حرام حرام يا اخي، وش ذا شوته. الله قهر، الله قهر، والله حرام. وش الشوطة يا شيخ، يا الله، والله خربتها في النهاية. نجم مباراة شقيري 8.9، والله ناوي افوز على ايلس. قهر قهر قهر. المهم بس هذا كان عندي اليوم، كما كسلوم اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك، يعني نبغى نفجر ام المقطع لايكات، مو مثل المقطع اللي راح. بس هذا اللي كان عندي، ويلا اشوفكم على خير.